السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم حنقدمها لكم من معرض فورد الناغي في الأوتو مول بجدة، وحنعطيكم تفاصيل الحملة اللي أطلقتها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات فورد ولينكون في المنطقتين الغربية والجنوبية، واللي أطلقوا عليها اسم مهرجان عروض فورد، وحنشوف إيش اللي قدموه لعملائهم في هذه الحملة. الحملة اللي أطلقتها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات تشمل مجموعة مختارة من سيارات فورد موديل 2021 و2022 كمان، والعرض بيقول أحصل على سيارتك الآن بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح. والسيارات اللي شملها العرض هم 5 سيارات. السيارة الأولى هي فورد إكسبيديشن موديل 2021، وهي سيارة زي ما أنتم عارفين SUV حجمها كبير، تتوفر بثلاث صفوف تناسب العائلات الكبيرة، وعندها قدرات كبيرة وتجهيزات كثيرة للراحة والسلامة، مثل شاشة مقاس 8 بوصات سينك 3، وتشغيل المحرك عن بعد، وكاميرا خلفية وحساسات خلفية كمان، ونظام إيقاف وتشغيل أوتوماتيكي، ونظام البقاء في خط المسار، ومكيف هواء أمامي وخلفي بتحكم مستقل. وهي تتوفر بقسط شهري يبدأ من 2199 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة. والسيارة الثانية هي فورد إكسبلورر موديل 2021، وهي سيارة زي ما أنتم عارفين SUV حجمها متوسط، تتميز بتصميم عصري ومقصورة داخلية واسعة، وفيها الكثير من التقنيات والمزايا الذكية المساعدة للسائق، زي مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة والأضواء الأمامية مع ميزة التحكم التلقائي بالإنارة، ونظام البقاء في خط المسار، ومساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائية، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية. وهي تتوفر بقسط شهري يبدأ من 1799 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة. والسيارة الثالثة هي فورد تورس موديل 2022، ومثل ما أنتم عارفين هي سيارة سيدان من الحجم الكبير، فيها أحدث التقنيات زي مكيف هواء ثلاثي المناطق بتحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي والمقاعد الخلفية كمان، وشاحن لاسلكي، ونظام تبريد وتسخين للمقاعد الخلفية، وتحكم كهربائي لظهر المقاعد الخلفية، وستائر خلفية، ونظام الحفاظ على خط المسار، ونظام المساعدة لمنع الاصطدام، ونظام كشف النقط العمياء، ونظام الركن الآلي. وتتوفر بقسط شهري يبدأ من 1399 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة. والسيارة الرابعة هي فورد F-150 موديل 2021، وهي سيارة بيكاب فاخرة حجمها كبير، تحتل المركز الأول في فئتها على مستوى العالم وفي أسواقنا كمان، وهي من أكثر سيارات البيكاب مبيعا في العالم، وتتوفر بغمارتين مع قدرات كبيرة على الطرق الوعرة والصحراوية، ووفروا فيها أحدث أنظمة السلامة والأمان زي نظام رصد النقطة العمياء، ونظام مساعدة ما قبل الاصطدام، ونظام التحكم بالثبات، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، وكاميرا وحساسات خلفية. وتتوفر بقسط شهري يبدأ من 1749 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة. والسيارة الخامسة والأخيرة هي فورد موستنج موديل 2021، مثل ما أنتم عارفين هي سيارة رياضية عالية الأداء، تتوفر بطرازين كوبي وكشف، فيها أحدث التقنيات والأنظمة المساعدة للسائق زي نظام التحكم بالثبات الإلكتروني، ونظام إغلاق الأضواء الأمامية العالية أوتوماتيكيا، ونظام كشف النقطة العمياء مع إنذار لحركة المرور، ونظام تحذير من الاصطدام الأمامي مع نظام الكشف عن المشاة، ونظام التحذير عند الخروج من خط المسار، وكمان فرامل طوارئ مساعدة ما قبل الاصطدام، وتشغيل المحرك عن بعد، ومثبت السرعة التفاعلي. وتتوفر بقسط شهري يبدأ من 2379 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة. أعزائي المتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، مهرجان عروض فورد واللي اطلقتها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات فورد ولينكون في المنطقتين الغربية والجنوبية، حتوفر للعملاء الكثير من المزايا زي ما قلنا قبل شوية، وهي باختصار بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح وأقساط شهر
شهرية ميسرة وضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر وصيانة مجانية 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر وهي خاصة بالسيارات إكسبيديشن وإكسبلورر والإف 150 وموستنج ويستمر هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2021 وتطبق الشروط والأحكام ويمكن الاستفادة من هذه الحملة عبر تعبئة بياناتكم بعد الضغط على الرابط الموجود في الديسكريبشن. أعزائنا مشاهدين ومتابعين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقة عروض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات فورد ولينكون في المنطقتين الغربية والجنوبية. ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa وإذا حابين معلومات إضافية عن العروض أو تجربة السيارات عبوا الاستمارة داخل موضوع عروض شركة الناغي للسيارات في موقع سعودي أوتو وحنقوم إن شاء الله بتلبية كل طلباتكم. ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأنه الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.